السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. عقد أولى جلسات البرلمان لانتخاب رئيس جديد له بعد أيام على صدور مرسوم رئاسي بعقدها. مدرسون متعاقدون يحتجون أمام مبنى وزارة التهذيب الوطني بالعاصمة نواكشوط للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية. اختتام النسخة الثانية من بطولة تايكواندو في العاصمة نواكشوط وسط مشاركة فرق تمثل عددا من المدن الداخلية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. انطلقت في العاصمة نواكشوط الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب شهر سبتمبر الماضي، وينتظر أن يتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس جديد للجمعية الوطنية، على أن يتم في جلسة أخرى تحدد لاحقا انتخاب نواب للرئيس ومكتب للجمعية. وعبر بعض نواب الجمعية الوطنية في تصريحات لقناة المرابطون عن أملهم في أن يلعب البرلمان الجديد دوره في احترام الدستور والنظم والقوانين ومراقبة أداء الحكومة. هذه المأمورية البرلمانية رأينا في المعارضة الديمقراطية أنها من أهم الأمور اللي يالله تواجه هو إعطاء البرلمان الدور اللي عاطيه الدستور وإنهاء الهيمنة هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وأخذ المبادرة على مستوى اقتراحات القوانين وعلى مستوى الرقابة الفعلية للحكومة. فم تحدي آخر هو احترام النظم والقوانين لا سيما القانون الأساسي اللي هو الدستور، وهذا البرلمان عنده فيه دور أساسي من أجل احترامه. البرلمان أيضا دوره في تعميق الديمقراطية من خلال خلق جو هادئ وسليم وحوار بناء. احنا اليوم مسرورين باجتماع الجمعية الوطنية في هذه الدورة العادية، واللي نعتبره على ان هذا البرلمان الجديد، على انه برلمان نوعي ومن حيث النوع ومن حيث الكم، ونعتبره على ان يتوقعوا أعلن هذا الشعب يعود، أعلن هذا البرلمان يعود عند حسن ظن الشعب الموريتاني من حيث الأداء، خصوصا أعلن فيه لأول مرة في هذا العهد يعود برلمان تشارك فيه المعارضة وتتقبل مواقعها، ونأمل أعلن هذه المعارضة أعلنها تعود عند حسن ظن الجميع وتقوم كاملين بالدور التشريعي اللي منوط بنا والرقابة على سلوك الحكومة بشكل موضوعي وشفاف وأمين. احتجت منسقية المتعاقدين أساتذة ومعلمين أمام مبنى وزارة التهذيب الوطني في العاصمة نواكشوط للمطالبة بإدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية تنفيذا لوعد قال المحتجون إن الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز تعهد به في وقت سابق. هؤلاء المتعاقدين عاشوا ذي الحالة اللي هيها، ونظرا لهذه الهموم اللي هيها خطروا اليوم وخلال هذه السنة الجديدة وخلال هذه الأمور المتجددة هذه السنة خطروا ويوقفوا هذه الوقفة اللي هيها من أجل تذكير فخامة رئيس الجمهورية بذاك الوعد اللي اقطع التعهد اللي تعهد به رئيس الجمهورية من أجل تسوية هذه النخبة اللي هيها ما تزيد على حدود 3000 في ذلك الفترة اللي كان فيها التعهد. هذا التعهد الصاحب بعد فترة قليلة إعلان مشترك من قبل مجموعة من الوزارات فيها وزارة التهذيب وفيها وزارة الوظيفة العمومية من أجل تسوية ملف هذه النخبة اللي هي وهذه الجماعة اللي هي. هذا الإعلان لم يدم عمره إلا 24 ساعة وأقل من 24 ساعة، تم سحبه إلى أجل لاحق ولا إن شاء الله ما يعود الأعمى الذي ينتظر بصره، ذلك الأجل ما زال ينتظر. لذلك نقف اليوم هذه الوقفة تذكيرا له ولفخامته بذلك الوعد الذي قطعه على نفسه، وتذكيرا للقائمين على الشأن التربوي بشكل عام في هذه الناحية التي هي أنهم للوقفة التي هي تعود تذكير لهم في هذا الجانب.
وقال المحتجون إنهم متعاقدون منذ أزيد من 7 سنوات وقد تعرضوا مؤخرا لانتزاع بعض التعويضات التي كانوا يحصلون عليها، كما أن التعاقد شهد مرحلة تقاعس على حد تعبيرهم. منذ ما يزيد على 7 سنوات ونحن نعيش مرحلة التعاقد، هذه المرحلة اللي عاشتها هذه الفئة من الشباب وهذه النخبة وهذه أصحاب الكفاءات وأصحاب الشهادات تتعاقد معهم الوزارة على مدى سنة دراسية. كانت مدى سنة دراسية تبدأ مع بداية أكتوبر وتنتهي مع نهاية السنة الدراسية، وكان فيها تعويض عن شهر واحد من العطلة الصيفية. لكن عنها في السنوات الأخيرة تعرضت المجموعة من الأمور اللي بحيث أنها مبدئيا انتزع من هذاك الشهر اللي كان يعوض لها عن الشهر من الشهر الراحة، ثم بعد ذلك الاكتتاب على التعاقد اللي يعدل معها يشهد مرحلة مليني من التقاعس، بحيث أنه يتم التعاقد معها في الشهر الثاني من السنة بعد من يفوت يمر الفصل الأول من السنة الدراسية. الأرض هذه الجماعة تتعاقد مقابل مبالغ زهيدة، لكن عنها إيمانا منها بروحها الوطنية وخدمتها الوطنية ومسعاها التربوي امتلكت الكفاءة والخبرات في الميدان اجعلها لأنها تحافظ على ذاك المسار ذاك وخدمة لأبنائها وفي ذات أكباد الناس اللي تود عليها. رياضيا، أعلن في العاصمة نواكشوط عن اختتام النسخة الثانية من بطولة التايكواندو التي شهدت مشاركة عدد من الفرق تمثل مدنا داخلية مختلفة، وحث القائمون على تنظيم النسخة ومشاركون في حفلها الختامي حثوا على الاهتمام برياضة الفنون القتالية من طرف السلطة والمجتمع. نعلن اختتام هذه البطولة للنسخة الثانية. بالفعل هذه النسخة الثانية كانت في النسخة المرة الماضية، وهذه الفنون القتالية اللي نقال لها رياضة التايكوندو رياضة مهمة، أرى أننا نختار جميع الشعب والمواطنين يهتموا بها، به لمتطلبات المدينة تتطلب من أبناء أن يعودوا قد يحموا أنفسهم بأنفسهم، وهذه الرياضة كذلك مهمة بها اللي تشغل النشء عن الكثير من المسائل الأخرى، من خلالها تتواصل لمختلف أطياف المجتمع في الرياضة، والكل يحترم الآخر ويحترم القوانين اللعبة، وكذلك تنشأ عنده الروح الرياضية. ونعرف عن اللاعب ما هو خلاق من أجل اللاعب، معنى أن الدولة ما ترعى اللاعب من أجل اللاعب، بالفعل ترعاه كدور يلعب دور كبير في التنشئ، في دور التنشئة الاجتماعية للنشئ، وكذلك ترعاه من أجل شغل فراغ بما هو مفيد. نحن نعتبر عن الرياضة شيء مفيد، ما هي شيء ثانوي. ولذلك أشكر قائمين على هذه البطولة، راجلهم إن شاء الله تعالى التوفيق، وعلى بركة الله نعلن اختتام النسخة الثانية. مغاربيا، تباحث الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في قصر قرطاج بالعاصمة تونس مع وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي الذي يؤدي زيارة للبلاد، وقد ركزت مباحثات الطرفين على العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، خصوصا فيما يتعلق بأمن الحدود وموضوع الإرهاب. نتابع التفاصيل ضمن هذا التقرير. الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي يلتقي في قصر قرطاج بنور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري في مستهل الزيارة التي يؤديها إلى تونس للإشراف مع نظيره التونسي على الاجتماع الأول لولاة المناطق الحدودية بين تونس والجزائر. وذكر الإعلام التونسي أن اللقاء كان فرصة للتذكير بالعلاقات التاريخية المتينة التي تجمع بين البلدين وبالروابط التي نسجتها أجيال المقاومة وبناة الدولة الحديثة وكبار المسؤولين على امتداد الأجيال المتعاقبة في كل من تونس والجزائر. وكان الجانب الأمني ومحاربة الإرهاب حاضرين في نقاش السبسي وبدوي، حيث وصف الأول التعاون بالمرموق بين البلدين للتصدي للإرهاب ولكافة أشكال الجريمة المنظمة، وأكد على أهمية الجزائر ومكانتها بالنسبة لتونس، وشدد على أولوية تنمية المناطق الحدودية بين البلدين لضمان الاستقرار لسكان هذه المناطق وتحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز اليقظة الأمنية لديهم لمعاضدة جهود الدولة في مواجهة الإرهاب.
ويأتي اللقاء تمهيدا لتنظيم أول اجتماع لولاة المناطق الحدودية بين البلدين كآلية لتعزيز وتنمية التعاون على الشريط الحدودي، حيث أوصى الوزير الجزائري بضرورة متابعة توصيات اللجنة وإدراجها كأولوية في خارطة التعاون الثنائي التونسي الجزائري. وأكد الوزير على أهمية إيجاد آلية للمحافظة على دورية هذا الاجتماع مرة كل سنة على الأقل، تكون مناسبة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتذليل الصعوبات التي تواجهه، معربا عن ثقته في أن النتائج ستكون مثمرة وبناءة للجانبين. وتسعى الجارتان المغاربيتان إلى إيجاد آلية مشتركة لتنمية المناطق الحدودية بينهما من خلال لجنة ثنائية من ولاة المناطق الحدودية للإشراف على تنفيذ مشاريع تنموية فيها وتعزيز التعاون الأمني في هذه المناطق، حيث تنشط الجماعات المتشددة ومجموعات الجريمة المنظمة بين البلدين. أكد رئيس الحكومة الجزائرية أحمد يحيى أن الانتخابات الرئاسية المرتقبة عام 2019 ستنظم في وقتها المحدد، نافياً وجود أي سيناريوهات قد تدفع باتجاه تأجيلها. وقال يحيى خلال ندوة سياسية نظمها حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لن يقرر حل البرلمان على خلفية الأزمة الحالية. متابع. دخلت أزمة الانسداد داخل البرلمان الجزائري أسبوعها الثاني في ظل استمرار الخلاف بين النواب ورئيس المجلس السعيد بوحجة، حيث يواصل هذا الأخير التمسك بعدم تقديم استقالته. الأزمة تسبب فيها حزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني، وقد أدت إلى تعطيل العديد من المشاريع مثل ما عليه الشأن بالنسبة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة الذي يجب أن تشرع لجنة الشؤون المالية بالبرلمان في الاستماع إلى وزراء الحكومة بشأن التدابير التي حملها. فعملية شد الحبل بين بوحجة والفرق البرلمانية للأغلبية الرئاسية مستمرة، ولم تفلح التوقيعات لحد الآن في الدفع بالشخصية الثالثة في البلاد إلى الرحيل. ولد عباس يبدو عاجزا عن فرض خياراته داخل حزبه، والدليل فشله التام في تنحية سعيد بوحجة رغم نجاحه في جمع توقيعات نواب الأغلبية لسحب الثقة من هذا الأخير. هذه الوضعية جعلته في موقع اتهام من قبل الكل، حيث إنه المتسبب الرئيس في الأزمة وتعطيل مؤسسة هامة من مؤسسات الدولة من خلال حظه عددا كبيرا من نواب البرلمان على العمل على الإطاحة بسعيد بوحجة. وترى الكتل المعارضة في البرلمان نفسها غير معنية بالصراع، لأنه بين أحزاب الموالاة ورئيسه المنتمي للحزب الحاكم، بينما تلتزم الرئاسة الجزائرية الصمت ولو ظاهريا للحسم في القضية تفاديا لحل البرلمان الذي سينتج عنه حتما تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. فيما أعلنت قيادة حزب التحالف الوطني الجمهوري عن إطلاق مبادرة وساطة بين رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة ونواب الأغلبية البرلمانية المناوئين له ضمن مساعي لتجاوز الانسداد التي تشهدها الغرفة السفلى في البرلمان الجزائري. ونددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بما أسمته انتهاكات رؤساء الكتل النيابية للموالاة للدستور في حملتها ضد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، ودعت الرابطة في بيان لها الأحد رئيس الجمهورية إلى التدخل لحل الأزمة. من جهته قال الوزير الجزائري المكلف بشؤون العلاقات مع البرلمان محجوب بدة إن حكومته تراقب عن كثب مستجدات الأزمة التنظيمية والسياسية في مجلس النواب والصراع المحتدم بين رئيس المؤسسة التشريعية ومناوئيه، متمنيا حصول انفراج في الأزمة حتى لا تؤدي إلى تعطيل المؤسسات. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون، وقد تابعتم فيها عقد أولى جلسات البرلمان لانتخاب رئيس جديد بعد أيام على صدور مرسوم رئاسي بعقدها. مدرسون متعاقدون يحتجون أمام مبنى وزارة التهذيب الوطني بالعاصمة نواكشوط للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية. اختتام النسخة الثانية من بطولة التايكواندو في العاصمة نواكشوط وسط مشاركة فرق تمثل عددا من المدن الداخلية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.